من يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم في الدنيا. أقرب حقدنا إن جاب بيمار صلى الله عليه وسلم لاتن صحاب شنتيح ويتريك تاني يختار ويتريك. يكون الجزاء يوم القيامة بأن يسقى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. تونا هوغردو تون تونك إما دينا بيمار صلى الله عليه وسلم تون دلتات والجرا خمال وردوكتون. الذي يبتدع يخالف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يبعد عن الحوض لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. تون دوحة لجميلو بايمر صلى الله عليه وسلم نيخ دير دعوة الله تون أصعب شتين نيخ اشتين يقرأ بتنا دعوة الله إذا جين واقع روحون أت دينا أت بايمر صلى الله عليه وسلم تون خي تون تات والله جين واقع روحوني. إذا لابد من الاتباع للابتداع تون ديلا وين تعدك بايمر نيخ تعدوزر دوشن تون غا كل هما تديش تنقطع تقيش.